هو أولا يعني أرى في كلام حضرتك إشارة أو إسقاط على ما حدث من إساءة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا يعني لابد وأن نكون في وضوح تام إن إحنا نبين جمال الإسلام بأخلاق أتباعه، نبين جمال الإسلام بأخلاق أتباعه، ونزود عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالأدب وبالحسنى، لأن حتى يعني إن شاء الله سنتطرق إلى أدب الحوار، الحوار لابد وأن ينطلق من أساسيات. هذه الأساسيات الأساس الأول فيها هو العلم بما نتحاور فيه، إن أنا يعني أكون عارف أنا بتكلم في إيه، ودي قضية هامة جداً، لأن أحيانا ناس بتتحاور بجهل فتفسد وتفسد الفكر الإنساني جميعه، وديت في عجالة سريعة. القرآن قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يبقى في واحد ممكن يتكلم عن ربنا بجهل وبدون علم فيسيء ويضل الفكر الذي يستمع إليه. يبقى أول حاجة في الحوار لابد من الإيه؟ من العلم. الحاجة الثانية لابد من التأدب بالآداب الواضحة، والآداب الواضحة اللي هي إيه؟ إن أنا عندي في حاجة اسمها أنزل الناس منازلهم، وعندي خصوصية للنبيين والمرسلين. خصوصية النبيين والمرسلين التعظيم والتوقير والإجلال والاحترام، ودي جزء من عقيدة المسلم أن يجل ويوقر ويحترم كل النبيين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى من فضل ربنا سبحانه وتعالى إنه عمل فيه تمايز وتفاضل بين الناس. الأنبياء صفوة البشر، صفوة الخلائق، لابد وأن ننزل الناس منازلهم، ولابد وأن إذا ما أردنا أن نذكر النبيين والمرسلين نذكرهم بالإجلال والتوقير والتعظيم، لأن ده جزء من إيماننا بالله سبحانه وتعالى. طب في حال إنه يعني الآخر سواء فرد أو مؤسسة أو مجلة أو ما شابه، هو من عنده مبررات هو شايفها من وجهة نظره بتخليه يوصل ان هو يتصور شيء معين وينسبه لرسولنا الكريم سمح الله يعني، فإحنا ردنا يبقى عامل ازاي؟ هل الواحد يتجاهل؟ هل الواحد يحاور او يحاول ان هو الحجة بالحجة؟ الطرق الافضل والامثل اللي هي يعني تعزز من صورة الاسلام وتقوي المعنى الحقيقي السليم للإسلام. طيب يعني عطفا على كلام حضرتك، لو أذنت إن أنا بس بخرج بالمشاهد إلى بعض آيات قرآنية بسيطة جدا. فضل. القرآن الكريم اتكلم عن الموضوع ده، عشان المشاهدين الكرام، اتكلم عن الموضوع ده في مواضع عديدة. فأول حاجة القرآن الكريم قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يبقى دي أول آية هنقف عندها. صحيح. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الآية الثانية ربنا بيقول لسيدنا محمد ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الآية الثالثة ربنا بيقول لسيدنا محمد فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عشان سؤال حضرتك ده، هو حضرتك أجاوبت تقريبا في النصوص اللي حضرتك قلتها، دي آيات القرآن اللي اتكلمت على الاستهزاء. طيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا حط له كده عنوان يتحرك بيه مع الناس، قال له إيه؟ قال له فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل اللي أساء إليه إزاي؟ كمثال بسيط نقف قدامه. آزوه، طردوه، أخرجوه، أجبروه على إنه يترك بيته والمكان اللي نشأ فيه، ومع ذلك لما ربنا أمكنه منهم
جمعهم كلهم في مكان واحد، وكان بقدر رسول الله ووسعه بإشارة بسيطة إن تسيل دماء يقضي عليهم. نعم، تسيل دماء عظيمة تملأ الأرض بإشارة بسيطة، لأنه في موقف القوة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب، الراجل اللي لقى سيدنا محمد